ونروح محافظة مطروح. ليه محافظة مطروح؟ لأن وإحنا يمكن على الهوا دلوقتي بيتم يعني في إشارة صور بتيجي من محافظة مطروح للمقابر. وطبعا حضراتكم عارفين إن المقابر هناك في محافظة مطروح زي بعض الأماكن الأخرى في مصر اللي هي المقابر اللي هي الشرعية، يعني ما فيش بناية، يعني ما فيش بناية وبننزل، لا هي اللحد يعني زي ما حضراتكم شايفين اللي هو اللحد. ففي بعض المواقع بتقول إن يعني إن المياه السيول قد تكون أضرت بهذه الجبانات أو هذه المقابر، وقد يكون هناك يعني تضرر لعدد من الجثامين في بعض المقابر هناك. فهنستوضح الامر من سياده اللواء اشرف ابراهيم سكرتير عام محافظ مطروح. سياده اللواء مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ عمرو، اهلا بيك. اهلا وسهلا. ارجوك يا فندم يعني قول لنا حقيقه هذا الامر، ولو ان الصور لا تعبر الحمد لله يعني عن اي انتهاك لحرمه الموتى. لا هو حضرتك الصور دي صور دي سابقه، دي قديمه، دي قديمه قديمه، دي السنه اللي فاتت دي. ودي يعني مش الواقع النهارده. احنا طبعا النهارده احنا طبعا محافظه مطروح كانت على استعداد تام لمجابهه السيول او مجابهه الامطار. وده طبعا بوصول تقرير من الاحوال الجويه خلال الفتره دي. تم رفع درجه الاستعداد لكافه الاجهزه والمعدات بتاعتنا سواء من الحمايه المدنيه، كل الجهات، شركه مياه الشرب والصرف الصحي، المرور، كل الجهات. وخلال الفترة السابقة احنا عملنا فيها تجهيزات واستعدادات لكل هذه الأحوال، اصطفاف للمعدات والأجهزة ورفع بالنسبة لرفع الآثار والتأكد من جاهزية هذه المعدات. الحمد لله فضل من ربنا ان انت يعني احنا طبعا مطروح محافظة صحراوية، والمطر بالنسبة لنا بيعتبر نعمة بالنسبة لنا، ان هو بيبقى فيه بيتم الملء بالنسبة للخزانات اللي هي الخزانات اللي هي الابار بتاعت الابار اللي هي الزراعيه اللي بتزرع المحاصيل بتاعتنا. طب يا فندم يعني منطقه مقابر غوط رباح في مرسى مطروح ما حصلش فيها اي حاجه؟ لا يا فندم، لا ولا غرق ولا جرف ولا هدم مقابر. كانت هي بالظبط كده، تحديدا كانت الميه يعني في اتجاهها، بس الكلام ده ما راحش خالص ليها، وتم دفع اكتر من 7 عربيات للمنطقة وتم سحب جميع المياه. انما المنظر الستور اللي عند حضرتك دي، الصور دي مش اصل للاسف يعني احد المواقع كاتبها ان هي النهارده وحاطط العنوان ده يعني. لا فقلنا نستوثق ونتحقق من هذا الامر يعني. لا يا فندم، الحمد لله احنا المحافظه احنا استعداد تام فعلا للامطار اللي حصلت، واحنا الحمد لله فضل من ربنا خلال الفتره النهارده بالذات خلصنا يعني يعتبر اكثر من 70% من المياه الموجوده، ورفعناها اكتر. يعني احنا شايفين يا فندم الصور يعني، والقيادات التنفيذيه والحمايه المدنيه ومرفق مياه الشرب والصرف الصحي في مطروح شغال، الحمد لله. فربنا يقويكم، واضح ان كميات الامطار كانت كبيره، لكن ان شاء الله نتمنى ان على الصبح يكون الكلام ده كله اتشال يعني. نتمنى يعني ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم، ربنا يقويكم. سياده اللواء اشرف ابراهيم سكرتير عام محافظه مطروح، شكرا جزيلا لحضرتك.